اوكي حبيبتي، هيني جاي انا، هيني في البهو، هاي في سوبرمان واقف على باب بيتكم. هلا انا في الصالون، انا هيني ماشي 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 ماشي. وقف هبلني وشوف لي شو هذا. هاد شو هاد؟ دوق. اوكي سكر؟ لا مش سكر. دوق شو؟ طحين؟ لا مش طحين. شو سنفران يبقى متت؟ لا مش طحين. هذا شيء ثالث. هاد عفوا ممكن اساعدكم؟ انا ممكن اعرف شو هو. اتفضل يا اخوي شوف شو هو. هذا كوك. شو شو شو؟ كوكايين. الله لا يجبرك، الله يخرب بيتك، الله ياخدك. كوكايين. ما انا كنت مدمن مخدرات. والله والنعم. منكو يا ستي منكو. فالمخدرات دمرتني وخربت بيتي وبيعتني اللي فوقي واللي تحتي. طبيعي اللي في النص. ولك وقتك هلا. لا يعني انا، يعني انا قصدي يا انتي، هذا شكل واحد كان عنده اللي فوقه واللي تحته. طبعا يا استاذ، انا كان عندي سوبر ماركت كبير وكان عندي رصيد في البنك، لكن التميت على واحد ابن حرام دلني على المخدرات، فصرت ذليل، صرت اشحد السيجاره، صرت اترجى الناس مشان شمه. اولاد اجتماع. شو سوي؟ أنا بقول نبلغ عن عمو نجاح. أنا ربيت أنت وحلولك الماسخة. خد وروح. أروح على الشرطة؟ بس ما تبلغ عنا ولا يهمك. روح خبركم. روح دير بالك على الكوكايين. هاي آخرتك يا منمن. معامل فاعل خير يا بابا. وعمل لي هيك وانت هيك وهيك.